السلام عليكم يا كرام، كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكونوا بخير. بداية صديقي، لأول مرة حضرتك تشوفني، فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. فمن فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عننا، لأن محتوانا بيستحق الدعم. النهاردة إن شاء الله رب العالمين معادنا مع كورس تعليم الهندسة الإلكترونية، وهنتعلم في درس النهاردة إيه هي المقاومة. والسؤال المهم جدا، هل هناك مقاومة كربونية عادية ومقاومة مش عادية؟ والإجابة نعم، المقاومة العادية هي اللي احنا بنشوفها بالألوان بتاعتها دي، وبنقدر نحدد قيمتها من خلال الألوان الموجودة عليها. وهنتعرف اليوم إن شاء الله على المقاومة التي لا تخلو أي دائرة من وجودها. نتعرف عليها في هذا الدرس من حيث تركيبها، أنواعها، قيمتها. هناك الكثير من الأشكال والأنواع والأحجام للمقاومة، هنتعرف عليها وهنتعرف على الوظيفة الأساسية للمقاومة في الدائرة الكهربائية. مثلا لو احنا عندنا دائرة كهربائية بهذا الشكل، ادي البطارية وعندي هنا كده ليد. طبعا عشان الليد ده تنور فبيمر تيار كهربي من هنا لهنا كده، ده بيكون اتجاهه. في الدايرة ديت هيمر تيار معين في الدايرة من البطارية للليد، وبعد كده بيرجع من الليد للبطارية مرة أخرى. ولكن إذا كان التيار أكبر من القدرة اللي تقدر الليد تتحمله، فهنا الليد مش هيستحمل، هيتلف معايا، هيبوظ. طيب علشان اخلي الليد بتاعي ده ما يتلفش واحميه من التلف، هنحتاج ان احنا نعيق هذا التيار، اوقف التيار ده، اكبح جماحه. طيب عشان اوقف التيار ده هعمل ايه؟ هستخدم مقاومة معايا. فالمقاومة هي عبارة عن خاصية في المادة بتعيق مرور التيار الكهربائي فيها، وكلما زادت قيمة المقاومة كلما قل التيار المر فيه. عندي هنا كده مقاومة، لو حطيتها بتكمح، بتمنع المرور التيار ده، او بتخلق مرور التيار ان هو يمر في الدائرة بتاعتي. وكلما زادت قيمة المقاومة كل ما التيار اللي بيمر فيها بيقل. فلنفترض ان انا عندي بامب بالشكل ده، البامب دي بتضخ ماء، ادي المواسير بتاعتي اللي بيمشي فيها المية، بس جيت هنا كده عملت ايه؟ خانق. تلاقي هنا كده المية، ده المية وكأنها التيار، ده وكأنه الموصل بتاعي، ده هنا كده الخانق ده او الخانقة ديت هي المقاومة بتاعتي. كلما زاد الاختناق كل ما هيقل المية اللي ماشية جوه الماسورة بتاعتي. طيب انواع المقاومات يا جماعة، المقاومات في عندي منها المقاومات الثابتة زي الكربونية والسلكية، ودي منها المقاومات الكربونية والمقاومات السلكية. المقاومات الثابتة في منها نوعين، كربونية وسلكية، ودي مقاومة ثابتة ما بقدرش اغير قيمتها، مش بقدر اغير القيمة بتاعتها، وقيمتها بتكون ستاندرد، يعني احيانا يكون مكتوب عليها بشكل مباشر القيمة بتاعتها، واحيانا تانية بعرفها من خلال الالوان. المقاومة الكربونية بتكون المادة الناقلة فيها مصنوعة من الكربون، وبيكون لها قيمة كبيرة بتصل الى الميجا اوم، اما قدرتها فبتكون صغيرة جدا. المقاومة السلكية بقى بتكون عكس المقاومة الكربونية، فهي مصنوعة من سلك ملفوف حول جسم المقاومة، عدد معين من اللفات حسب قيمة المقاومة، بتكون لها قيمة صغيرة نوعيا ولكن قدرتها بتكون كبيرة جدا. حساب المقاومة الكربونية بنقدر نعرفها من طريق المالتي ميتر او عن طريق الالوان اللي موجودة عليها. زي ما حضرتك شايف هنا، المقاومة معانا هي يا فندم بتكون عبارة عن مقاومة كربونية لها مجموعة من الألوان، لون أحمر، أسود، أحمر، ولون الذهبي الموجود عليها ده. طبعا بيكون عندك الاسكيدول ده أو الشكل ده أو الرسمة ديت موجودة معاك. اللون الأسود بيدل على الزيرو، والواحد بيدل على، واللون ده بيدل على الواحد واتنين وهكذا. يعني لو حبيت أجي أعرف قيمة المقاومة ديت فحضرتك هتعرفها كالآتي. أول حاجة اللون الأولاني ده لون احمر، فبتحط الاحمر هنا باتنين، بعد كده بتحط اللون التاني اللون الاسود وهو بيكون بزيرو، يبقى اتنين زيرو. بعد كده ده القيمة اللي هتضرب فيها، نور احمر هنضرب في مية، يبقى اتنين زيرو في مية بيديني 2000 اوم او 2 كيلو اوم. بعد كده عندك هنا دي نسبة التولرنس بتاعتك، اللون ده لون الذهبي، اللون الذهبي يبقى عندك 5%، لو لون بني يبقى 1%، لو لون احمر يبقى 2%، وهكذا. يعني المقاومة دي تعمل معانا حوالي 1.9 كيلو اوم او 2.1 كيلو اوم.
يبقى ديت نسبة الخطأ بتاعتي. بالنسبة للمقاومة اللي هي بيكون فيها خمسة ألوان نفس الوضع برضو أهو، بناخد اللون الأول الأصفر هنا كام هيبقى 4. بالنسبة للمقاومة الخمس ألوان يا جماعة، المقاومة الخمس ألوان بتبقى نفس الوضع برضو، هناخدها كالآتي. أدي اللون الأولاني هو اللون الأحمر، هيبقى معايا اللون الأصفر هنا هيبقى معايا 4، اللون البنفسجي هيبقى 7 يبقى 4 7، وبعد كده اللون اللي بعد كده 0 يبقى 4 7 0. هنضرب في كام هنا؟ هنضرب في اللون الأحمر اللي هو 100، يبقى 4 7 0 في 100 تمام. وعندنا نسبة التولرنس اللي هي اللون البني ده هنضرب في 1 من 100 وهكذا. يبقى ده الموضوع بكل اختصار بالنسبة للألوان، هيبقى معاك الشكل ده ومن خلاله تقدر تجيب قيمة المقاومة ايا كان ترتيب الألوان ايه او نوعها ايه بكل سهولة ويسر. النوع اللي بعد كده عندنا من المقاومات يا جماعة هو المقاومة المتغيرة. بيتم تغيير قيمة المقاومة هذه عن طريق حاجتين، اما عن طريق الميكانيكي عن طريق اللف او عن طريق الانزلاق، او النوع الثاني عن طريق النور الضوئي او التحكم الضوئي، وبيكون ديت اللي هي ال LDR بالضوء، حيث تنخفض قيمة المقاومة بزيادة شدة الاضاءة. عندنا الشكل الثالث من المقاومات المتغيرة هو الحراري، عنصر الكتروني بيحول الحرارة لمقاومة تتغير قيمتها طبقا لدرجة الحرارة المحيطة. في عندنا بالنسبة للمقاومات الحرارية اول حاجة ال PTC، ودي مقاومة حرارية موجبة بتزيد قيمتها بارتفاع درجة الحرارة. ال NTC ودي مقاومة حرارية سالبة بتنخفض قيمتها المقاومة بتناقص الحرارة. في بعد كده ال CTR ودي بتتغير قيمة المقاومة فجأة، قيمة المقاومة تتغير فجأة، تتناقص قيمة المقاومة فجأة لما تتغير قيمة الحرارة عند نقطة معينة. بعد كده المقاومات اللي هي النوع الشبكية، ودي عبارة عن المقاومات يا جماعة بيكون زي اي سي هيا كده بس من جواها مقاومات كده 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 كده، وهنا كده ملحومة بإيه؟ الطرف ده متوصل بنقطة واحدة، وبتبقى من الخارج بقى عبارة عن قطعة سودة كده وفي رجول خارجة بس، او بتكون من الداخل برضو نفس الوضع ده كده، عبارة عن مقاومات منفصلة تمام. دي مقاومة اهي بدايتها ونهايتها اهي او كده، بس بنعملها عشان نقلل ايه، او من الداخل بتكون مقاومات منفصلة بالشكل ده كده، بنعملها بالشكل ده عشان توفر معايا مساحة وتستعمل بهذا الشكل عشان المساحة بتاعتها بتكون اصغر. في عندنا نوع كمان يا جماعة من انواع المقاومات اسمه المقاومة السطحية. المقاومة السطحية دي الفرق بينها وبين المقاومة العادية ان دي بتبقى بيلت ان كده جوه البوردة، ملحومة جوه البوردة نفسها، على عكس المقاومة التانية اللي هي بتبقى تكون بارزة عن البوردة نفسها. في كلها الاشكال ديت، وفي منها اشكال زي ما احنا شايفين كده، يعني مثلا لها طرق حسابات كتير جدا موجودة على الانترنت. انت مجرد ما تكتب بس حساب المقاومة السطحية هتعرف ازاي المقاومة دي بتشتغل وطريقة عملها. يعني 3 1 2 ديت بينزل الرقم الاولاني دي زي ما هو، وبعدين الرقم التاني ده ينزل زي ما هو، والاتنين دول نحط مكانها اصفار يعني 300. في النوع ده بنزل 7 و9 و2 ونحط مكان الصفر ده اصفار وهكذا انصوان. ده كان فيديو اليوم، ارجو اكون افدت حضرتك معلومة. لو حضرتك استفدت لايك وشير وامر حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناة. اشوفك على خير. كان معاك كنال عبد الروف عماد من قناة عبد الروف 89 على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.